السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة تحدي جديد مع مستر ابو حبيبة قبل الاسد ابراهيم ابو سريع. ان شاء الله اللعب يجيبكم وباذن الله باذن الله كده هحط عليه واخد منه بلايستيشن 3. شجعونا في الكومنتات وما تنسوش لايك وشير لاخوكم ابراهيم ابو سريع. يلا يا باشمهندس مستر ابو حبيبة زي ما انتم شايفين هو كده دجن كاب. انا النهاردة ان شاء الله هخليه يحلق الدج والكاب ده يبيعه على الكاب. ركنيه في منتصف اضرب 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 الله بنزيما يا الله. الاول الاول للزتان الاول للزتان ابو سريع مسيطر فيفا مسيطر بيس مسيطر كابتن ماجد مسيطر. هيا يا ماجد في هذا الهدف جيدا اجروا على فينيس روم كريم بنزيما. الله مش ممكن مش ممكن ورب الكعبه انت محظوظ يا طلع 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 ود ود طلع. الله حلو حارس يعتني بكل انا كره بينيه بيضرب فيها خط الدفاع. لا لا الله يا عم روح يا عم عم روح يا عم حظ الله. الشوط الثاني التعادل يلعب يضرع يا عم الكره بتاعه. يلا يلا ينطلق حلوه يا يبدا في هذه اللحظات المتبقي روح روح 30 دقيقه روح روح هذا كله هتغلب يعني حرام تقدم بثبات نحو الله يا ابن المعزوز كريم بنزيما اللحظات الاخيره وهدف الدقيقة 84 وهيتغلب ضاعت الفرصة. يلا يا عم روح هطلع الجون الجو طالع الجو طالع الجو طالع ودي 2-1 الوقت القاتل ده لسه اول انك سلطان عادي ده اول انك سلطان مين ماشي خد خدتك على طول يا باشا ماشي عادي. انا عايزك تبص تحط الكلام فلوس هيتغلب طب ماشي هيتغلب العب يا باشا بص الجون العب العب الهجمه تتدرس يا باشا تتدرس ايه يا عم بلا تتدرس بص الاخر هيكسر الدجاج هيكسر الدجاج سيرسيو على الطرف يدخل فيها الى عمق الملعب يا بوي استحواذ الان ليفاندوفسكي فرصة خطيرة هنا لكن هذه قد تكون الفرصة الأخيرة لا 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 والله العظيم ما ينفع استر يا رب استر يا رب الكرة استر يا رب فخال والله ما ينفع كي والله العظيم ما ينفع كي ده العرضة وقعت مش لعيب والله العرضة وقعت يا اخي بلا مش لعيب جديد تحدي جديد الليفر مانشستر سيتي ان شاء الله مستر كمان ابو حبيب هيتغلب هو اللي هيتغلب الماتش ده هو غلب حظ والله غلب حظ الصور الاولى الكره وصلت لمحمد صلاح روح يا ابو حظ يا باش يا باش يا باش ضرب الجزاء ضرب الجزاء ما فيش حاجه يا عم مالك لا والله حاج كمان والله حاج كمان انت تغطي هتلعب فين في النص روي لتنفيذ الكره الله عليك يا راس يا عيني على الغلبان لما بيتحط عليه دي برو ما رضيتش اجيب لك هالاند عشان تجيب جوا هالاند الله عليك يا دي برو واو بلنتي بظلم مين يا باشا ده فن مش عنا عنا يا باشا بص بص الله يا سلام روح 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 كفايه روح فودين هنا مع هالاند هالاند الفيصل النهائي والنص اللي يحكم بيننا الهلال والنصر الهلال السعودي والنصر هو واخد الهلال وانا واخد النصر عشان كريستيانو رونالدو هو معاه نجوم وانا معاه الدول وان شاء الله ان شاء الله هغلب الفيصل يلا عم رونالدو صاحب الزعامة هنا النصر نصر رونالدو ما يجري فيه بعالمية تام في ديربي يحكم الله بوست امريكا روح
روح كفاية قروح روح يأتي فيها الله الله عليك يا حبيبي كريستيانو رونالدو تانيسكا الآن فرصة كاليستوبا وحاول هجومية هلالية لا 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 روح الله اتفرج يا باشا وتعال يخلص يا باشا الماتش يخلص الماتش يا عم يخلص الماتش روح يا باشا ود 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 هنا بصيها لفت لك الكورنر ايه رايك وربنا ما حد يعرف يعملها انا ملك البلاي ستيشن يا انا انت رحت مع رونالدو وانا لفيتها بص 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 بص, بص. يا سلام يا سلام ايه رايك بالله عليك حد يعرف يعملها شوف داي شوف داي يا سلام دخلها بضغط يا عم ده غصب عنه والله ما عارف عملت ايه هدف تعديل الكفه تعادل ايجابي 1-1 الهلال ينطلق على طرف الملعب في هذه اللحظات على طول الفوز مباشر مش هستناك تتعادل لا هيشوط هيشوط هلبها الله عليك يا سريع يا الله الحظ توسيع الفارق راح تزيد من مشاكل الفريق الحكم يبدأ اصد 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 هتشوطها فين مش عارف تشوطها فين يلا الله الجزاء في منتهى الروعة 3-1 لسه بدر خلي بالك لسه بدر قوي حلوه التمريره قد نشاهد بس 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 الله اعمل ايه روح يا روح يا روح 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 معاك ودي يا الله عليك يا سريع اخر دقيقه اخر دقيقه والله رونالدو اخر دقيقه صارت الخطوره قائمه مين جاي هيشوط انت بتعمل ايه الله يا رونالدو يا رونالدو اسكت يا ممكن انا الملك انا الملك ورجع ورجع من تحسس لا خلاص صفر فيه لاعب يفكر هيا يا ماجد الله رونالدو هيغلط سلمان الفرج هاي باص هاي باص روح ها الله الهلال يسجل ما تحاولش يا سريع ما تحاولش يا باشا العب لسه ما خلصش الماتش كثيره في مباراه اليوم يلا ما زالت الكره في الملعب وفيها خطوره يلا يدخل الى عمق الملعب ودي ايه ودي تركيز ضرب سيطرة كبيرة من الهلال في آخر ربع ساعة إذا استمر الفريق بهذا الشكل وديات الله عليك هدف للهلال خلاص 5-3 غل 5-3 أنا قلت لك أنا تعبان علشان ما إيه أنا تعبان جيني مرتاح ماي عايز الكوبرا تيجي بص يا باشا والله أنت محظوظ أنا يا جماعة لعبنا 3 ماتشات غلبتوا ماتشين وأغلبنا كيف مستحق بفرق أنا غالب الأول هو غالب الثاني عندنا شيرة قال لي هات فرق عربية عشان أنا مش قد بتوعهم جبت له النصر السعودي وغلب انت عارفين طبعا الهلال دي مواقل وش النص في الحقيقه وفي البلاي ستيشن هنعمل ايه طيب يلا استنونا بكره ان شاء الله بكره ان شاء الله ماتش جديد وتعدي جديد وعايزيننا مرتاح عشان نتغلب بقى ما تنسوش اللايك والشير سلام سلام